يستمر العدوان السعودي الأمريكي الغاشم بشن غاراته الهمجية على محافظة صعدة، مستهدفا الطرقات ومقدرات أبناء المحافظة ومصادر أرزاقهم بغرض ترويع الآمنين وإقلاق الأمن والسكينة العامة والقضاء على مظاهر الحياة كافة. كعادته الممقوتة يواصل العدوان السعودي الأمريكي الهمجي شن هجماته الهستيرية على المنشآت والمحلات التجارية والطرقات وكافة البنى التحتية. ففي منطقة المهادر مديرية سحار بمحافظة صعدة شن طيران العدوان غارتين جويتين عند الساعة 2:30 بعد منتصف ليلة البارحة، استهدف مخرطة وورشة خاصة بالأغراض الزراعية ومحلات ومخازن جمعية الوفاق التنموية الزراعية وعدد من المحلات التجارية، فيما انقطعت الطريق العامة صنعاء صعدة المار من منطقة المهادر لتتغير وتعثر الحركة ما ألحق الأذى بالمسافرين والمارة. هذا الجرائم الذي يرتكبها ابن سعود الذي ليس عنده شيء من الأخلاق ولا من الدين، فقد ترك النخبة العربية والإسلامية وانتمى إلى الصهيونية، وهذا الجرائم لا ينساها شعبنا في اليمن، ولم تركعنا أو نستسلم لهذا العدوان الخبيث. هذه الجرائم التي يقوم بها آل سعود عملاء الصهاينة خدام أمريكا وإسرائيل إنها لن تفنينا ولن تزيدنا إلا عزما وصمودا وقوة وثباتا، وإن هذه الجرائم التي استهدفوا فيها المواطنين الذين يعملون لسد رمجهم وخلال رغم هذا الحصار البحري والبري والجوي من كل جهة، وما زالوا يلاحقون حتى أملاك الناس ما يمتلكونه من محلات تجارية بسيطة أو مخرطة أو أي شيء هناك بسيط، ولكن هذا نقول لهم إنها لن تزيدنا إلا قوة وشجاعة وصمودا وثباتا، وإن لن ننساها أبدا. هي جمعية الوفاق بالمهادر استهدفها الطيران العدوان الغاشم الساعة 8، وهي جمعية زراعية يمكن يعني تومين المزارعين بالأسمدة والغازات. هذا الفعل المشين والاستهداف الحاقد لمقدرات أبناء الشعب يزيد اليمنيين صمودا وإصرارا على ضرورة المضي قدما لتنفيذ الخيارات الاستراتيجية، كما يزداد يقينهم بأن الجميع مستهدف بلا استثناء من أجل فرض الهيمنة والوصاية على الشعب الأبين الذي قرر العيش بعزة وكرامة وأن لا يركع إلا لله. الحديدي والغازات بس، الحديدي والغازات كلها سبونسرمان عدوان أمريكي إسرائيلي، لا يرضى الله ولا رسوله. متى وقع هذا الحادث؟ وقع الحادث الساعة 2 بعد منتصف الليل. ايوه، يعني وش بذنب هذا مساجد وطالبين الله؟ وش هذه؟ هذا مفعول غازات زراعية، لا هي لا فدا ولا تنابل، تنابل ولا صواريخ ولا اي شيء. وش هذا تنابل وش هذا؟ دبات غاز زراعية. وش بذنب هذا المسكين؟ مرشه، مرشه غاز بيرش الغاز ذا. لقل احنا ما ذاك الساعة من مرة نقتل بعوذيين، سير والله ان احنا سنة خالصة كلهم يولدين سنة، بس ما نقتل بجمعة لو بدك نتيها ودي يا سلمان. هذه الجمعية زراعية استهدف الطيران الامريكية السعودي الاسرائيلي، وهي زراعية ما فيها الا دبات حتى فاضي، واستهداف الاسواق فهذا يعني شيء فظيع، والاسواق لما نشوف هذا كتاس مسافر مسير طبقة الحفرة هذه، فهذا إن قلنا حرب لليمن كامل، ولا يستهدفوا الجنة والبنية تحتها والأسواق، فهذا ندين هذا الغاشم. فأما يعني فنحن ندين ونستنكر بكل شدة وغضب ما تقوم به حكومة المملكة الأمريكية الإسرائيلية السعودية من حرب غاشم على اليمن واستهداف الأسواق والنساء والأطفال. الجميع استنكروا هذا العمل الإجرامي اللا أخلاقي الذي يستهدف الأرض والإنسان، مؤكدين أن العدوان لا هدف ولا مبرر له، وأن العدو السعودي يشن عدوانه بالوكالة عن عدو الأمة الإسلامية والعربية أمريكا وإسرائيل، وأن النصر حليف أبناء اليمن أحفاد الأنصار من نصروا محمدا صلوات الله عليه وآله وسلم ونشروا الرسالة
في جميع بقاع المعمورة. هذا هو العدوان، السعودية الأمريكية الغاشم يستهدف الطريق ويستهدف المنشآت ويستهدف كل اليمنيين، ظنا منه أنه سيركع هذا الشعب، لكن العكس صحيح، فكلما زاد العدوان زاد الشعب إصرارا وزاد الناس في عزيمتهم للتغلب والقضاء على النظام القاشم الظالم، نظام آل سعود ومن تحالف معهم. لقناة اليمن من اليمن، عيسى عاطف، محافظة صعدة.